وحول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، اطلعنا على الجديد اليوم في مهرجان العالم علمين. تحياتي لك ولكل متابعينا من ممشى مدينة العلمين. هذا الممشى الذي يعد أحد معالم هذه المدينة، ومن أمام الآن أبراج العلمين الشهيرة، وهو معلم آخر من معالم هذه المدينة التي تشهد حالة من الزخم والحضور الكبير منذ يوم 13 من يوليو الجاري ومستمرة حتى 26 من أغسطس المقبل. هذه الفعاليات التي جاءت تحت عنوان كبير العالم عالمين، متنوعة ما بين حفلات موسيقية فنية ترفيهية ورياضية وغيرها، أدت إلى حضور سواء من المصريين وغير المصريين. ويمكن الشاشة تظهر الآن من خلفي من خلال الممشى وجود لعدد من المواطنين خاصة في الساعات الليلية للاستمتاع بأجواء هذه المدينة الساحرة. أما عن استمرار فعاليات مهرجان العالم عالمين، اليوم شهد عدد من العروض الطائرات الار سي التي زينت سماء مدينة العالمين بأعلام مصر، وأيضا شهد هذه الفعاليات بالمواكبة معها عدد من العروض المائية لعدد من المراكب في شواطئ العالمين الجديدة. أيضا هذه العروض التي تزينت بأعلام مصر وأعلام عدد من البلدان العربية الشقيقة، وأيضا صاحب ذلك عدد من الأنشطة الخاصة بالقفز بالمظلات، ومع كل مظلة هناك أعلام سواء مصر أو عدد من البلدان العربية الشقيقة في هذا اليوم الكبير بالنسبة للمصريين، وكل عام والمصريين بألف خير. هذه الفعاليات المتنوعة أيضا شهد اليوم شواطئ وسواحل مدينة العلمين الجديدة حالة من الاستنفار والاستعداد الكبير لانطلاق عدد من البطولات والأنشطة الرياضية على الصعيد الرياضي. أيضا هناك الاستعداد الكبير لبطولة الجودو العربية، أيضا هناك استعداد أكبر لبطولة البادل، وأيضا الترايثلون السباق الثلاثي والأولمبي. أيضا هناك استعداد كبير لانطلاق هذه الفعاليات خلال الأيام المقبلة. رامي، بالفعل هذا المهرجان جاء ليجعل هذه المدينة مقصد وواجهة رئيسية لكل المصريين وغير المصريين. نعم رامي محمد، وضحت الصورة، ومراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العلمين الجديدة.